السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي. اليوم إن شاء الله غادي نفصل معكم فراشة. الفراشة التوب كيخصو يكون فيه 3 متر باش ممكن نفصلوه على الطول ديالو. وإلا كان التوب فيه غير 2 متر، 2.5 متر، 2.10 متر، 2.20 متر، راه كنطويوه على 4 على العرض ديالو. هو هذا، أنا هذا التوب هذا دا عندي فيه 2 متر و30 سنتيم. ممكن تسوب واخا يكون فيه غير 2 متر ممكن نخرجو منه فراشة، داك الشيء على حساب الطول ديال الكمام. كيف ما قلنا انا هاد التوب هذا عندي فيه 2 متر و30، طويته على 4. هو هذا، الجهة المفتوحة هي هذه والجهة المسدودة هي هذه. كناخذ القياس ديال الكتفين وكنقسمو على 2. قياس الكتفين عندي 44، قسمتها على 2 عطاتني 22. غادي ناخذ هنا، غادي ندير هنا 22. هو هذا 22 سنتيم، هو هذا قياس ديال الكتفين. غادي ندير هنا قياس ديال الرقبه، عندي فيها 8 سنتيم، كندير فيها 8 سنتيم دائما كقاعده، كنديرو 8 سنتيم. 8 سنتيم على 2، كنهبطو ب 2 سنتيم ونديرو التقويره هي هادي. كنحط السنتيم من اعلى الرقبه من هاد النقطه هادي ونهبط هنا في الكتف، كنهبط ب 3 سنتيم. 3 سنتيم هي هادي، وغادي نحط المسطره هكا بهاد الطريقه هكا وندير خط ونهبط باش نطيح الكمام. كانت راسي على الخط هكا، الدوره ديال الكمام غادي ندير هنا 18 زائد 2 سنتيم ديال الخياطه هي 20 سنتيم. وهذا هنا غادي نهبط بالتركيز بحال كنفصل جلابة او قفطان، غادي نهبط ب 24 او 25، عندي 24 هنا 24 وندير خط بحال كنفصل قفطان او جلابة عادي. هاد النقطة هادي منها غادي ناخذ العبار ديال الدورة ديال الصدر. الدورة ديال الصدر كندورو السنتيم هكا ونشوفو الدورة ديال الصدر شحال عندنا ونقسموها على 4 ونزيدو عليها 3 سنتيم، 3 أو 4. الربع عندي 30 سنتيم، كما شفتو بحال كنفصل القفطان. هنا كندير واحد التقويره هكا، بالنسبه ملي كيكون القفطان راه كندير هاد التقويره هادي ومنها كنقطعو، اما الفراشه راه ما غاديش نقطعو من هنا. هنا انا هاد التقويره هادي دي غير درتها باش ناخد بها العبار. هذه هي النقطه ديال التركيز ديالنا، هي هادي جاتني هنا. غادي نهبط بالطول ديال الظهر، طول الظهر عندي 40 هنا، ندير واحد الخط، خط مستقيم، ونهبط من هاد النقطة ديال التركيز لهاد الخط هذا، هو هذا، وندخل من هاد النقطة هادي ندخل بجوج سنتيم. هنا غندخل ب5 سنتيم، هنا
غادي ندير واحد الخط غيهبط مع التوب كله حتى لتحت، غيهبط مع الطول ديال التوب هنا باش ما كيجيناش مقنت هكا. كما قلنا هذا هو، هذه هي النقطه ديال التركيز، وهنا النقطه ديال الحزام، هذه هي النقطه ديال الحزام. كما شفتوا هذا الخط هذا هبطناه مع التوب حتى الجلايل. دابا غادي نصيلو هاد النقطه هذه ديال التركيز مع النقطه ديال الكمام بهذه الطريقه هكا. من هنا غادي ندوز الخياطه باش كيجيونا الكمام مجموعين. كما شفتوا هذا الخط هذا هبطناه مع الطول ديال التوب، وغادي نصيلو بخط هذه النقطه هذه ديال التركيز مع النقطه هذه. هنا كندوزو الخياطه باش كيجيونا الكمام مجموعين. دابا غادي ناخذ الطول ديال، دابا غادي ناخذ الطول المطلوب وهو 1.36 متر. 1.36 متر هو هذا. كندير واحد الخط هنا في الجناب، كنطلع ب20، 20 جاتني هنا، الجهة التحتية ب20 جاتني هنا، وندير واحد التقويرة، تقويرة من هاد النقطة لهاد النقطة. كنطلق السنتيم من هاد النقطة هادي ديال الإيفازي، ونهبط حتى لتحت، وكندخل من هاد النقيطة هادي كما شفتو بهاد التقويرة هنا، كندخل هنايا بواحد 5 سنتيم أو 6، نديرو 6 سنتيم من هنا لهنا، وندير واحد النقيطة هنا، ونطراسي، ودابا غادي نقطع المقص. كنخرج على الطراساج بسنتيم ديال الخياطة، ضروري نخليوه. افتح الكم من هاد الجهه المسدوده، ونحيد هاد 5 سنتيم. الدوره ديال العنق غادي نهبط ب 12، هبطت ب 12 ودرت خط هكا، وندير تقويره. غادي نحيد الجهه ديال الوراء هكا، ونعبر الفتيحة. الفتيحة غادي ندير فيها 36،
عبرت 36 وغادي نفتحها، يعني غادي نديرها بالراندا. هذه هي الفصالة الفراشة ديالنا كما شفتوا، بقات لي غير الخياطة ديالها. ان شاء الله غادي ندوزو الخياطة من هنا، ونفس العبار اللي عندي هنا غادي نديرو هنا وندوزو الخياطة. شكرا لكم على المتابعة ومع السلامة.